لما كمان مجلس إدارة قبل 3 شهور يطلع قرار لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عشان يقبض 3000 جنيه في الجلسة في مركز التسوية وفض المنازعات، يطلع له اسم إيه؟ لقب إيه؟ خبير جلسات. يعني إيه خبير جلسات؟ حد يطلع يقول لي ايه يعني خبير جلسات في عمل تطوعي؟ المهندس ياسر ادريس ياخد 3000 جنيه ويطلع قرار بيع على فكره. الاستاذ ممدوح الششتاوي ياخد 3000 جنيه ليه؟ وبعدين في قرارات تم دهسها كتير، مخالفات الموجوده وتم تحويلها للنيابه، وهناك مخالفات وفي قرار ممكن يصدر امتى الله اعلم، ده قرار السيد النائب العام، لكن في مخالفات جسيمه في اللجنه الاولمبيه. هو احنا بنتكلم على الشفافيه والنزاهه عن الاخرين واحنا بيتنا ما فيهوش شفافيه ونزاهه؟ يعني ايه حضرتك تحصل على اموال الدوله؟ يعني ايه حضرتك ان انا عشان استرد حق تدفع لي 15000 جنيه رسوم رفع القضيه او رفع الدعوه قدام مجلس التحكيم الرياضي؟ وبعدين عاوز اقول له حاجه مهمه، اللجنه الاولمبيه دايما بتطلع الفزاعه للناس، اصل نشاط ومش نشاط ونشاط وتوقف. على فكره اللجنه الاولمبيه الدوليه بتعترف باحكام القضاء في اي دوله في العالم. عارف ليه؟ لأنه بيعتبروا ان الاحكام القضائيه هي سلطه الشعوب. القضاء دايما بينحاز للشعوب وهي سلطه الشعوب، فبيحترموا القضاء ده وبينفذوا احكامه. وكلنا فاكرين وقعه الملايات في الاتحاد الدولي لكره القدم لما اتقبض عليهم كلهم في وقعه الملايات. صحيح. ايوه دي كانت قصه كبيره. بس الصبح يعني برضه هرجع لك للنقطه، ايه يعني انا هل في لوائح اللجنه الاولمبيه بتقول مثلا لو رئيس النادي تعاقب فكل الناس تلعب بره النادي؟ يعني هو ده غريب. لا طبعا هي مش موجوده، هي مش موجوده فعلا. لا ده مش موجوده طبعا. يعني مين اللي اخترع الفكره دي؟ هو كانوا عملوا خطبوا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور انه لو حصل ازمه او حضرت او حتى بتاع احنا هننقل الماتشات بره. طبعا انت هنا لو في موقف بين المستشار مرتضى منصور والسيد هشام حطب في اللجنه الاولمبيه اعتقد انه لابد تلجا للوائح. صحيح، لوائح وفي قوانين وفي قانون الرياضه وفي وكل حد ياخد حقه باللائحه. لكن انا عايز اقول بقى اللي اكتر من كده، انا حزين لانه العلاقات بين المؤسسات الرياضيه في مصر وصلت للمستوى ده. انا حزين لان احنا في وقت من الاوقات عبد الشافي وصلنا الجمهور بتاعنا لدرجه التوحش، خلينا الجمهور بيشارك في صنع القرار. خلي بالك معظم القرارات والبيانات اللي شغاله كل يوم كلها مخاطبه للسوشيال ميديا والعقول الصغيره اللي هي من 15 ل 19 ل 20 سنه. انا بقول انه مفيش اليه عندنا لفض النزاع. في نزاع بين الزمالك واللجنه الاولمبيه طبيعي، في نزاع بين اللجنه الاولمبيه اي جهه ثانيه ممكن يبقى طبيعي، لكن انت عندك اليه لفض هذه النزاعات؟ هي دي المشكله، كل طرف بيتمسك بحقه وكل طرف بيستقوى بلوائحه. يعني نادي الزمالك اعتقد انه الاتحادات الرياضيه هي اللي بتبقى تابعه للجنه الاولمبيه مش الانديه. صحيح، يعني دي حاجه مستجد جديد جدا. طبعا مش يعني ليس عمرنا ما سمعنا عن الموضوع دوت انها تعاقب نادي، لكن تقدر تعاقب اتحاد بدليل انه النادي من عندك مش عضو في جمعيتك العموميه. مش عضو في اللجنه الاولمبيه. يعني صبحي هو الاتحاد اللي بيعاقب النادي. ما انا بقول لك مش اللجنه. استاذ محمد اعتقد على مدار يعني سنوات انا كنت متابع جيد، لان انا كنت بقالي اكتر من 12 سنه بطلع كل يوم تقريبا. انا عمري ما فاكر ان لجنه اولمبيه وقفت نادي غير الزمالك. بص هو يعني وقفت احنا نادي ما حصلش في التاريخ. لا صح، على فكره او خلت نادي يلعب بره ملعبه غير الزمالك. مش في مصر ده، في العالم كله. احنا امام مؤامره كبرى على نادي الزمالك، لان ايقاف رئيس النادي وانك تلعب ماتشات نادي الزمالك بره ارضك دي غير خاضعه للوائح او اي قوانين تماما. دي مؤامره كبرى معموله من شركات راعيه اللجنه الاولمبيه، مع كل التقدير عايزين يصفوا حسابات مع رئيس نادي الزمالك، فقال لك بالفرصه اسقاط نادي الزمالك. وازاي وزير الشباب يسكت على حاجه زي دي؟ ازاي نادي الزمالك وجماهيره واعضاء وزير الشباب؟ على فكره انا برضو يا جماعه يعني طبعا وزير الشباب دكتور اشرف صبحي زملكاوي يعني طبعا. عشان نكون حقانيين. لا يعني. اصل انا امام مؤامره. لا انا بكلمك في نقطه، وياسر ادريس في اللجنه الاولمبيه كان السباحه في النادي، وهشام نصر امام نجم من نجوم نادي الزمالك، وهشام نصر لعيب كره يد ورئيس اتحاد كره اليد، وناصب نصر. كيف لهؤلاء ان يسمحوا، كيف لهؤلاء انه يسمحوا ان الزمالك بص ليس لي علاقه بخلافات رئيس نادي الزمالك مع اللجنه الاولمبيه، لان انا شايف ان هو خلاف وصل ان يعني ده خايف من ده وده بيرد. لا يعني اسمعني بس، ده لجنه اولمبيه خايفه وبتتخذ قرارات مش موجوده في اللوائح ضد مرتضى، فعايزه تخلص على النادي الزمالك فبتاخد في الصوره دي. وزي ما قلت لكم مفيش اي لائحه بتقول كده. هنا السؤال اللي انا بساله دكتور اشرف صبحي مثلا، وهو رجل يعني كان منتمي لنادي الزمالك ولكن هو وزير دلوقتي، تمام؟ ونادي الزمالك نادي مش صغير،
نادي كبير جدا في الوطن العربي مش في مصر فقط. وبالتالي ازاي انا اكون مثلا قاعد امبارح مع كابتن محمود الخطيب مثلا ومع هشام حطب رئيس لجنة أولمبية عشان يحلوا ماتش في الكاس، يعني يتلعب ما يتلعبش، ده اساسا دور هاني ابو ريده مش دور هشام حطب، ولا يعني دور هاني ابو ريده رئيس الاتحاد هو اللي يقعد. فانا وصلت المرحله اللجنه الاولمبيه قاعده بتحل الماتش بتاع الكاس، طب وبتطلع نادي الزمالك بره خالص، يعني يعني ايه المشكله اللي دي اللي انا اقعد فيها وبتعاقب جماهير نادي الزمالك وبتعاقب الاحكام؟ طب عشان استاذ محمد بس وارجع كل الناس دي مشاركه في المؤامره ضد نادي الزمالك، دي سبوبه ماديه ماليه للاتحادات، فلازم اهدم نادي الزمالك. انا عندي السله رقم واحد في نادي الزمالك في الدوري، اليد الطايره، فانا زي وزير الشباب تسكت على حاجه زي دي؟ انت بتهدم نص الرياضه في مصر. ممنوع كل اللعيبه تلعب في الصالات. انت بتهدم يعني الرياضه من الناشئين لغايه الكبار. ما تقوليش في لائحه بتقول ان مرتضى منصور اخطا فوالنبي اقول لك تلعب بره ارضك، لا انت بتجامل بدليل ان انت ما في مشكله ماتش بتقعد مع رئيس النادي الاهلي والوزير بيروح يقعد، لكن انت في نادي الزمالك القيمه نص الرياضه في مصر، منتخبات مصر كلها في كل الالعاب، في طايره، في سد، في سله، في يد، في كوره، في كاراتيه، كل حاجه عندك من نادي الزمالك والنادي الاهلي.